استمرارا لرسالة دولة الكويت الإنسانية وتجسيدا لها اليوم على أرض الواقع، تم توقيع اتفاقية تعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك لتقديم مساعدات عاجلة للشعب السوري. اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر ضمن الخمسة مليون اللي قدمتها الهلال الأحمر، جمعية الهلال الأحمر الكويتي، لدعم إخواننا في الشمال السوري لشغال أثر الزلزال المدمر. الأهمية لأن الوضع مأساوي داخل الشمال السوري، زلزال كبير، المأساة كبيرة وايد، الاحتياجات كبيرة، فإحنا اليوم بهذا الصدد للتعاون مع المنظمات الدولية، هاي في إطار التعاون مع المنظمات الدولية، من سواء كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو الاتحاد الدولي للصليب الأحمر. الاتفاقية هذه بقيمة مليون دولار أمريكي تضاف للاتفاقية التي أبرمت منذ يومين لتكون الحصيلة 5 ملايين دولار أمريكي لسد الكثير من الاحتياجات الإنسانية. نحن هنا اليوم لتجسيد الشراكة الرائعة بيننا وبين جمعية الهلال الأحمر الكويتي، والذي قدم الدعم للأشقاء السوريين على الاستجابة لهذا الزلزال المدمر والذي دمر حياتهم اليومية. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل في الميدان وعلى أرض الواقع لتلبية الاحتياجات الإنسانية. نشكر الدعم الكبير الذي تلقيناه من دولة الكويت، فبهذا الدعم نستطيع سد الاحتياجات الإنسانية المتزايدة الملحة. هذه الاحتياجات تشمل احتياجات صحية والمأوى وغيرها من الاحتياجات الأخرى. يذكر أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي قدمت حتى الآن ما يقارب 120 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية لمساعدة الأشقاء على اجتياز هذه المحنة. إذن وقوف دولة الكويت اليوم قيادة شعبا وجمعية خيرية وإنسانية إلى جانب أشقائهم السوريين له كبير الأثر في نفوسهم والتخفيف من وطأة محنتهم. ديما دحدال، تلفزيون دولة الكويت.